في رأيك ايه وجه الابداع في اداء امين رزق؟ بسألك كممثل. اخلصها ما زالت امينة رزق لهذا السن، حتى انا لما اشوفها بحب اضحك معاها واقول لها يا امونة، ما زالت تتقمص الشخصية. ما زالت امينة رزق الى الان امينة رزق. يعني اذا كنا في البلاتو او في الاستوديو، انا اشتغلت معاها طبعا تلفزيون كمان، وفي مشهد واتنين بيهزروا او في ضحكة توقف لا تستطيع، عاوزة كل الاستوديو يبقى حزين زيها، وده حق وده تمام. لكن النهار كنت بوصلها بالعربية، مش كنا فين، كنت بقى بنعمل حديث عن صلاح ابو سيف، فبوصلها بالعربية فقول لها امونة انت ما بتشغليش في التلفزيون ليه؟ قالت لي يا ابني انا ديك النهار بعمل مشهد ابني مات، فبستجمع كل قواها، انما واقفة في البلاتو بتاعت كهربا ولع اطفي نمرة 5 قالوا من فضلكم يعني شوية دون دقيقة بس عشان أعيش الشخصية، ست هتجيب دموع قدام الكاميرا. فواحد قال لها يا أمونة يا شيخ وابتدى يغمزها، قالت لي مشيت الست الاستوديو ما قدرتش أقول هذه هي أمينة رزق الصناعية. إنما في صناعة ممثلات صناعات أو ممثلين صناعية برضه، إنما دي بتعيش في الشخصية. تعال شوفها في 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 فستانها في لبسها، كل دور وله لبسه. أمينة رزق عندها ملابس على علمي من أيام فرقة رمسيس، هدوم ما زالت محتفظة بيها يعني ده بتاع راسبوتين، وده بتاع عياد الله، وده بتاع ولاد الفقراء، وده بنات الريف. طب تفسر بإيه عدم مبالاتها بمظهرها الخارجي بعيداً عن الفن؟ لأنها مش عايشة كامرأة، مش عايشة كامرأة بتلفت الأنظار بمظهرها الخارجي. يا سلام. مش عايشة كامرأة. تمام. هي تزوجت الفن كما قالت، وده واقع. أمينة رزق تزوجت الفن.